مثلا انا في هذا الموضع الذي تشوفوني قايل اكثر من مره ولا زلت اقول ان ظهر مرجع اعلم مني او مؤهل اكثر مني تفضلوا اي واحد. انا اتنازل عن المرجعيه واقول انه انا لا افتي بعد اصلا ولا شنو ولا بحق الامام اصلا اجيب حق الساده هذا رجل فقير مثلا ما اكثر من ذلك لا يحق لي ليش لانه شنو لانه صار واحد اعلم مني او مثلا شيء اخر مثلا سقطت من العداله والعياذ بالله او اي شيء من الموانع الذي حصل في الامكان الاخر الدنيا ما معلومه شنو مساله او مثلا ربما مثلا حصلت جنايه فحصل تعويق مثلا عقلي او جسمي او اي شيء كل شيء يصير فمن هذه الناحيه ينبغي التحويل على مرجع اخر لا ينبغي ان يسمع ما يخاف ما يخاف ما دام هو نفع للدين ونفع لله ونفع لرسوله ونصر للاسلام مرجع اخر مرجع اخر انا مو عداوه للشعب حبيبي الان الموجودين او غير الموجودين او في هذه المنطقه او في منطقه اخرى ليس فيه ضرر ما دام هو انما هو مساله اماميه وشيعيه ليست اكثر من ذلك